يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، وسوا رح نبتدي اولى محطاتنا الحواريه. مشاهدينا، تنتشر النباتات الطبيه بكثره في ريفنا الجميل. بالتاكيد كلنا بنحاول نجمع هاي النباتات الطبيه لنستفيد منها ونغفل موضوع التنميه المستدامه لها، يعني بنساهم بشكل او باخر ان صح التعبير بانقراض هذه النباتات. السؤال، كيف نحن بنقدر انه فعلا نستفيد من النباتات، نقطفها، نتعامل معها، ولكن نحاول انه نحافظ عليها على استمراريتها وديمومتها حتى نستفاد منها نحن والاجيال القادمه؟ هيدا السؤال رح نشوف جواب عليه واكيد تفاصيل اخرى بمحطتنا الحواريه الاولى، ولكن اسمحوا لي رحب بضيفي بالاستوديو اللي صار معنا، هو الدكتور الاستاذ نزار معلا، وهو استاذ في كليه الهندسه الزراعيه في جامعه تشرين. يسعد اوقاتك. صباح اهلا وسهلا فيك استاذنا. صباحك يا رب، كل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير جميعا، وسوريا وشعبها بالف خير ان شاء الله. بدايه دكتور، يعني كثير من الممارسات الخاطئه اللي ممكن البشر، يعني نحن اللي نساويها بحق هذه النباتات بتؤدي الى انقراضها، فينا هيك نذكر اهم او ابرز هي الممارسات الخاطئه؟ يسعد صباحكم جميعا، صباح الخير للإخوة المشاهدين. طبعا النباتات الطبية هي أحد مصادر التنوع البيولوجي والتنوع الإحيائي في سوريا، بالإضافة أحد أهم المصادر الموارد الطبيعية. لكن للأسف يعني هذه الثروة الوطنية وهذه الثروة النبتية يعني تعاني كثير من التعديات والتحديات بنفس الوقت، تعديات كثيرة من خلال طبعا مخلفات الأزمة وأيضا الحرائق والتحطيب وغير ذلك. كل هذه الإجراءات الخاطئة بالإضافة إلى الجمع الجائر، صحيح، وعدم وجود ثقافة التعامل مع النباتات الطبية أو الوعي في استخدامها ومواعيد جمعها وآليات جمعها من أجل المحافظة عليها، لأنه نحن يعني إذا كان هناك كمية محددة من الماء عندما يعني نقوم باستخدامها دفعة واحدة أو نقنن استخدامها، هذه أحد وسائل المحافظة عليها منعا من التدهور من الانقراض، وأيضا من أجل تحقيق الاستدامة، يعني كيفية الاستدامة، يعني إمكانية أن نأخذ هذه النباتات الطبية لحاجاتنا اليومية، ولكن بشكل يمنع هذا التعدي ويمنع هذا أيضا التدهور الكبير جدا. لذلك هناك كثير من الإجراءات التي يمكن أو نسميها الممارسات الجيدة التي تضمن المحافظة على النباتات الطبية، وخاصة النباتات البرية. يعني النباتات المزروعة لا مشكلة، يعني يمكن تجديدها، يمكن زراعتها بمساحات، لكن عندك هناك نبت طبيعي، هذا النبت الطبيعي عانى ما عانى ويعاني. بالإضافة إلى ذلك يعني قضية الجمع الجائر بدون أي توجيه، بدون أي إمكانية للاستثمار الأمثل لها، يحقق أو يؤدي بنا إلى حالة منع الاستدامة. هذه الاستدامة يعني ترتبط بإجراءات كثيرة، أولى هذه الإجراءات يعني إجراءات مرتبطة أيضا بجهات كثيرة. نعم. يجب أن يكون هناك حالة من التشبيك، من التكاتف بين جهات مختلفة للحفاظ على هذه الثروة النباتية. نعم، يعني حضرتك يا دكتور ذكرت في معرض حديثك الإجراءات أو عفوا التعديات اللي عم تصير على، نعم، هذه النباتات من قبل البشر، واللي عم يساهم بتدهور هاي النباتات، صحيح، الطبية اللي نحن بنستفيد منها. طيب هلأ إذا بدنا ننتقل لنحكي عن الإجراءات اللي ممكن نحن فعلا نمارسها وأكثر من جهة، يعني سواء، صحيح، الجهات المعنية سواء البشر، حتى نقدر نحافظ على هاي الثروة النباتية في من التدهور والضياع. لا شك أنه لا يقع عاتق الحفاظ على هذه النباتات على المزارع الذي يبحث عن يعني قوت يومه أو دخل إضافي من أجل سد حاجته اليومية. لذلك يجب أن يكون هناك حالة من التكاتف. أولى هذه الجهات يعني هي وزارة الزراعة بكل دوائرها، خاصة دائرة الموارد الطبيعية ودائرة الحراج والغابات وإدارة الغابات، بالإضافة إلى ذلك الجهات البحثية، مركز البحوث العلمية الزراعية، الجامعات، كليات الهندسة الزراعية المختلفة المنتشرة على مساحة القطر، أيضا الجهات الأخرى اللي هي معنية، مثلا إذا كان هناك إمكانية للتصنيع، المستثمرين. لذلك كل هذه الجهات بالإضافة إلى وزارة البيئة يجب أن يكون هناك وضع استراتيجيات لهذا الاستثمار، وأيضا يجب أن يكون هناك ترخيص لهذا الاستثمار. بمعنى من خلال إدارة الغابات وإدارة الموارد الطبيعية يمكن أن أحدد مكان معين
في غابة معينة في مكان معين لاستثمار هذه البقعة والانتقال إلى بقع أخرى أو مساحات أخرى لكي نضمن عدم الانقراض. مثال ذلك الجمع الجائر لنبات الزوفة والزعتر وغيرها من أوراق الغار حاليا. صحيح. يعني الجمع بهذه الطريقة يعني سوف يكون له عقبات كثيرة وتحديات. النباتات الطبية اللي حضرتك ذكرتها أنه هي منقرضة نوعا ما أو صارت نادرة نوعا ما. هلا بظل نتائج الأزمة التي يعني حصلت والحرائق الكثيرة التي حدثت في غاباتنا، يعني هناك أيضا حالي من أحد أوجه الحرب والتحديات التي كانت على البلد وهي حرب موجهة هي حرق الغابات. يعني كانت المنطقة الساحلية من يعني من كسب إلى حمص إلى حدود لبنان كانت يعني كتلة غابوية واحدة، لكن للأسف ساعة 01 تم إحراقها. هذا الشيء ماذا يتطلب منا؟ يتطلب منا وضع استراتيجية لتنمية هذه الغابات من جهة، ولكن بحال من التكاتف. وهذا الأمر أيضا يحتاج إلى توعية، هذه التوعية مرتبطة بجهاز الإرشاد الزراعي الوحدات. صحيح. الإرشادية وغير ذلك لكي يعني ننشر ثقافة التعامل. أنا كفلاح أو السكان المحليين المنتشرين بمناطق انتشار هذه النباتات، أتكلم عن النباتات البرية. هذه النباتات إلى مناطق محددة ومنتشرة كما قلت. السكان المحليين من حقهم أن يعملوا ويبحثوا عن يعني وسائل لكي تساعدهم لسندهم. بالضبط. لذلك يعني كان إمكاني هناك نشر ثقافة التعامل من جهة، الترخيص من جهة أخرى من خلال الجهاز الإرشاد الزراعي، أيضا من خلال وضع كما قلت لك هي عبارة عن حالي من الخطوات والتوجيه للاستثمار. يعني بمعنى أنه أنا يجب أن أجمع مثلا ورق الغار، نعم أحدد هذه البقعة للاستثمار، ولكن بطريقة يجب أن تحدد النباتات التي تجمع أوراقها، لا أن يتم القطع أو الجمع وقطع الأغصان. نعم. وبالتالي نصل إلى مرحلة نفقد هذا النبات، وهو نوع نباتي سوري بامتياز منتشر في المنطقة بشكل كبير جدا. لكن كما تفضل بسؤالك أنه هناك فعلا انقراض، لا قطعيا لا يوجد انقراض حالي، ولكن هناك نباتات متعددة وكثيرة تميل إلى أن تنقرض أو نفقدها مستقبلا. لذلك يجب أن توجه جهودنا جميعا من أجل حمايتها. كيف خلينا نقول على أرض الواقع، يعني خلينا نحن فينا نقول بنوجه جهود، لكن إذا بدنا نحن فعلا نبذل هذه الجهود، شو هي هاي الجهود اللي لازم نساويها؟ كما قلت لك الجهد ليس جهد فردي. صحيح. هو جهد جماعي. يعني بمعنى أنه أنا كباحث علمي في الجامعة أوجه لأهمية في وضع الاستراتيجيات، يعني عندنا نحن خطط استراتيجية للبحث العلمي. نوجه رسائل الماجستير ومشاريع التخرج من أجل الاهتمام بهذه النباتات، وأيضا يعني نشر ثقافة التعامل معها وكيفية جمعها ومواعيد جمعها إلى آخره. أيضا على مستوى التنمية الريفية للسكان المحليين يمكن هناك أيضا إمكانية استزراع هذه النباتات البري، بمعنى الزعتر البري المنتشر أو البلدي اللي هو أوراقه ناعمة أو ورق الغار، هناك إمكانية لإعادة زراعته. صحيح. هذا شيء من الجهود طبعا من خلال البحث العلمي، من خلال مركز البحوث العلمي وزارة الزراعة، أيضا خطط التشجير، خطط التشجير أيضا وحدات الإرشادية. نعم. وخطط التشجير وإعادة تنمية. نعم. الغابات. نعم. يعني نركز على النباتات اللي هي النباتات الاقتصادية البرية والطبية، وأيضا يعني يجب أن يكون هناك نظام نسميه نظام إدارة الموارد الطبيعية. صح. تفعيل قوانين الحراج وقوانين إدارة الموارد الطبيعية، هذا شيء يعني يعمل تنمية أو يحدث تنمية بشرية وتنمية زراعية وتنمية ريفية في هذه المواقع، وبالتالي تمنعنا من أن نصل إلى أن نفقد أنواع نباتي. أريد أن أقول شيء في هذا الموضوع، يعني عملية حماية الموارد الطبيعية هي اهتمام ليس على اهتمام فقط في سوريا، اهتمام عالمي. هناك إدارات على مستوى منظمة الفاو والإبقري وغيرها من المنظمات العالمية تهتم. أيضا يجب تماما يجب أيضا وضع خطة لحفظ الأصول الوراثية. بمعنى ما هي الأصول الوراثية؟ نحن عندنا أنواع موجودة في البيئة السورية، أنواع سورية بامتياز، مثلا الورد الدمشقي روزا داماسينا أو الزعتر السوري، تسميات يعني مرتبطة بأرضنا، مرتبطة بنا كسوريين. هذا الكلام يجب أن نعمل جاهدين يعني دونه الدم، بمعنى لنحافظ على الهوية الوطنية لهذه. كيف يكون ذلك؟ من خلال
وإيجاد مراكز حفظ أصول وراثية تعمل على ماذا؟ على إكسار هذه النباتات، وخاصة النباتات اللي هي مهددة بالتدهور، مهددة بالانقراض. طيب السؤال تمام. دكتور حضرتك ذكرت مجموعة من الإجراءات وأيضا عدة جهات معنية بالحفاظ على النباتات الطبية البرية تحديدا منها، لكن السؤال على أرض الواقع، هل هناك محافظة عليها؟ هل تقوم هذه الجهات المعنية سواء كانوا كأفراد أو مؤسسات حكومية باتخاذ الإجراءات اللي من شأنها أنه تحافظ على النباتات الطبية؟ حقيقة هناك جهود، ولكن الجهود لم تثمر لتاريخه. يعني تعرفي حضرتك أنه تحتاج، يعني هذا الأمر يحتاج إلى متطلبات كثيرة، إلى وسائل كثيرة. يعني بمعنى عندما أقوله يجب أن ننشئ مركز لحفظ الأصول الوراثية، هذا الكلام كان هناك تعاون بين الجامعة وكلية الهندسة الزراعية وبين مركز البحوث العلمية ووزارة الإدارة المحلية للحفاظ على هذه النباتات من خلال لجنة النباتات الطبية في محافظة اللاذقية، وكان هناك عمل مستمر لمدة 7 سنوات، تم مسح النباتات وتهديد وتحديد ما هي الأنواع المتدهورة دهورة المائلة إلى الانقراض المتوفرة من أجل وضع خطة لاستثمارها. نعم كان هناك جهود وما زال هناك جهود، وأيضا يعني كان من أهم المقترحات هو إيجاد بنك، وتحددنا يعني مكان للحديقة النباتية في منطقة بلوران جانب بحيرة بلوران لكي تكون مجمع وراثي لهذه الأنواع، نعمل من خلال هذه الحديقة النباتية على إكثارها وأيضا على التعريف بها وبفوائدها من خلال يعني إجراءات تنمية إدارية وتنمية محلية وغير ذلك لكي نحافظ عليها. لكن كما قلت يعني على مستوى الجامعة مثلا يجب أن يكون هناك مشاطر محددة لهذه، يجب أن يكون هناك أصول، وهذا ما نعمل عليه في الخطط البحثية. أيضا مركز البحوث العلمي هناك جهود لهذا الكلام، لكن كما قلت لم نخرج لتاريخه مثلا بأننا يعني حققنا أو أوجدنا مركزا لحفظ الأصول الوراثية بشكل كبير. أي نعم هناك نوى للبنوك الوراثية ولكن يعني غير مفعلة بشكل إن شاء الله يا رب. يعني ممكن كمان العمليات الزراعة المنزلية كل حدا قدام بيته، خاصة بتصير كتير بنشوف الزعتر البري، هاي القصص اللي هيك النباتات الطبية بنلاقيها هيك مزروعة قدام البيت أو حتى على البرندة، فهذا دليل كتير كبير على أنه ممكن نحن نستمر بإنبات هاي النبتة ونحميها من الانقراض. لكن اليوم بدنا نحكي عن مشكلة هي ضخمة جدا، مهمة جدا وكبيرة جدا، هي التغير المناخي اللي ما بس بيأثر على هاي النباتات، بيأثر على جميع الغطاء النباتي. نحكي شوي كيف أثر وشو لقينا حل أو شو في حل. قبل ما أجاوب على موضوع التغيرات المناخية، يعني أشرت حضرتك لموضوع مهم جدا وهو الحدائق المنزلية. صحيح. طبعا الحدائق المنزلية كوننا جميعا في منازلنا، يعني عندنا شغف باستخدام الزهورات أو النباتات الطبية، ولكن أيضا الاستخدام العشوائي لهذه النباتات يعني هو وسيلة تحتاج إلى توعية إعلامية، وهنا يقع على عاتق الإعلام من خلالكم أيضا. يعني برامج توجيهية توعوية لكيفية أيضا استثمار هذه النباتات الطبي وكيفية استخدامها من خلال اللقاءات المتكررة مع المختصين بهذا الشأن. الحدائق المنزلية بمنتهى الأهمية، يعني عندما أريد أنا أن أجفف قليلا من الزعتر أو الزوفة أو الختمية أو أي نبات آخر، يمكن في أي حديقة منزلية أو على مستوى الأسس يمكن أن ننمي هذه الزراعات من خلال أيضا هناك المشاريع المتناهية في الصغر، يعني وهناك تمويل وأيضا مصارف خاصة بتمويل هكذا مشاريع، وهذا بمنتهى الأهمية تحقق الاكتفاء الذاتي. صحيح. وأيضا هذا الشيء يضمن عدم التعدي بشكل كبير عندما لا يكون هناك تصريف للنباتات المجموعة، كونه كل أحد مننا في منزله يعني عنده هذا الإنتاج، هذا شيء كبير. صحيح. في ظل التغيرات المناخية كما تفضلت أستاذ، يعني هذا شيء كبير جدا. التغيرات المناخية على القارة الأرضية أو على مستوى القارة الأرضية خطيرة جدا، يعني تنبئ بأشياء غير جيدة بالنسبة للتنوع البيولوجي للتنوع النباتي، تغيرات مثلا انحباس الأمطار، الجفاف وغيرها، بالإضافة إلى ارتفاع الحرارة. هذا شيء يمكن أن يحد من انتشار النباتات. كما نعلم جميعا أن كل نبات له حدود معينة من الرطوبة، من الإضاءة، من الارتفاع، من الترب، من كل هذا الكلام. بظل أي تغير سواء على فقد الماء أو تغيرات التربة أو تغيرات الغلاف الجوي، حدوث التلوثات المختلفة، هذا الشيء أيضا يؤدي إلى تدهور أو يعني يعيق نمو هذه النباتات وتكاثرها أو إتمام دورة حياتها. في ظل هذه التغيرات يجب أن أيضا يكون هناك
يعني شحذ لكثير من الجهود، وخاصة على مستوى الإدارة المحلية. هناك قمم سنوية نسميها قمم الأرض. صحيح. يعني الهدف من هذه القمم على مستوى العالم هي آلية الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة بما فيها النباتات، كونه هي أهم مصدر يعني يؤدي إلى عملية التخليص من الملوثات، من إطلاق الأكسجين وغير ذلك. هذا الشيء بمنتهى على مستوى يعني جهود الجهود البحثية أو جهود الجهات الحكومية في سوريا. هذا الشيء يعني يحتاج أيضا إلى توجيه أكبر ودعم أكبر لكي نحافظ على هذا الغطاء النباتي. في هذا الصدد يمكن من خلال أيضا الحدائق النباتية، من خلال إقامة المعشبات، من خلال إقامة مراكز حفظ التنوع الوراثي لجميع الأنواع، ليس فقط النباتات، يعني الطيور والحيوانات. وهنا يعني يجب التأكيد على المحميات الطبيعية. يعني ضرورة إعادة تأهيل المحميات الطبيعية التي كان جزء كبير مثل محمية الفرلوق، محمية الشح والأرز، محمية البادية وغيرها، يجب إعادة تأهيلها، وأيضا العمل على زيادة انتشارها على رقع مختلفة. من أجل يعني كأحد الخطوات في صد أو الحد من التغيرات المناخية المختلفة. نعم، وهذا يتطلب دكتور مثل ما ذكرت حضرتك التشبيك بين العديد من الجهات المعنية للوصول إلى النتائج المرضية. حضرتك ذكرت أنه ممكن نزرع بالحدائق المنزلية بعض النباتات الطبية والعطرية اللي بتفيدنا. سؤالي لك، هل هناك شروط معينة يجب التقيد فيها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاجية للشخص اللي زرع هاي النباتات؟ طبعا لكل نبات شروط محددة. يعني أهم شيء التربة، ترب مفككة ناعمة يعني مع إضافات عضوية، سماد عضوي، بالإضافة إلى ذلك مصدر الشتلات والبذور من أجل الإنبات والنمو التطور، وأيضا عملية السقاية يعني اللي هي مرتبطة بحالة الطقس، حرارة أو غير ذلك. يعني من الآن من الربيع إلى الخريف يجب أن تكون هناك سقاية يومية مثلا بكميات محددة. أيضا عمليات التسميد والتخصيب لها هذه الأسس أو البقع الصغيرة جنب المنازل. بالإضافة لذلك اختيار الأنواع، أنا أركز على اختيار النوع اللي هو نحن بدنا إياه نستخدمه. مثلا ما هو إذا كان فقط للإنتانات الصدري، طبعا هذا مرتبط بالحالات المرضية. بتعرف نحن دائما الزهورات بناخدها كحالة داعمة للعلاج، يعني إذا واحد سعى شوي منقول له خود هيك. لذلك يعني أنه نحن منوجه حالات المغص، الالتهاب الكولون وغيرها، الصداع، إذا كان هناك حالة من التنوع من مشاكل الخاصة هذا لا بأس به. الخدمة هي خدمة، يعني جميعنا نحن مزارعين وأبناء مزارعين، يعني اهتمامنا كبير بهذه الأنواع النباتية وبالتالي الخبرة، ولكن أيضا يحتاج ذلك إلى بعض الأمور، خاصة هون في إمكاني أنه نحن ننوه لضرورة إنشاء مشاتل خاصة من الحدائق النباتية التي ذكرت من المحميات لكي ننتج ونكاثر هذه الأنواع ونقوم بتوزيعها، أما بشكل مجاني من خلال جهات محددة كإدارة الحراج، وهناك توزيع مجاني يعني حصل حقيقة لبعض الأنواع، وأيضا من خلال برامج التوعية لكيفية الزراعة، مواعيد الجمع، كيف بدي أقطف هذه النباتات، متى أقطفها، لأنه هناك محددات. مثلا يعني بعض الأنواع تقطف صباحا، بعض الأنواع يجب أن تقطف ظهرا، بعدها يجب أن تقطف على تماما في حال صار في خطأ قولا واحدا. لماذا؟ يعني الساعة من النهار، الفصل من السنة، كل هذا الكلام هي محددات أيضا طبيعية لمستوى المادة الفعالة. إذا أردت أنا أخذ مركب مضاد للسعال والإنتان أو الإنتان التنفسي، يجب أن يكون هناك مركب فينولي محدد أو تربينة. مفروض هذا الكلام أنه نحن نعرف موعد جمعه، موعد القطف، وكيف بدي استخدمه، هل بستخدمه طازج. لذلك يعني الموضوع موضوع محددات كثيرة. نتمنى يعني كل الأشخاص اللي بيحاولوا أنه يحصلوا على هاي المواد الغذائية من الطبيعة أو على هي النباتات البرية الصحية أنه يلتزموا ببعض منها، لأنه هيك بتصير صعبة، بدها اختصاصيين ممكن، بس لكن يكون عندهم فكرة عامة عن القصص وعن القضايا اللي حضرتك عم تحكي فيها. لكن إذا بدنا نحكي هلأ كدراسة عامة، درسنا النباتات البرية الصحية، بعد 10 سنين وين بنشوف هاي النباتات؟ لا، هلا بعد 10 سنين إذا لست متنبئ، ولكن يعني من خلال النظرة من الحالية الواقعية، من الواقع، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، يعني بهذا الجمع الجائر، بهذا التحطيب يعني الشديد الجائر، وأيضا الحرائق الكثيرة والمتكررة، يعني نحن إلى التصحر.
للأسف وبكل صراحة يعني أتكلم بكل صراحة لأنه هي الواقع. يعني الغابات أين الغابات الآن؟ هناك جبال جرداء لا توجد عليها. إذا كان الجمع بهذا الشكل بشكل غير موجه لورق الغار مثلا بدون أي ترخيص هي كارثة. طبعا هذا الكلام مرتبط في وبك وبه وبكل الناس جميعا بنا جميعا. لذلك الموضوع يحتاج إلى توعية، وهذه التوعية للأسف يعني في جزء. المهم أنه أنا أن أجمع قليلا من ورق الغار أو من غيره لأبيعه من أجل أن يكون هناك مكسب مادي، لكن المكسب الأكبر وهو المكسب البيئي والصحي وأيضا التنموي لتحقيق هذه الاستدامة هو غائب غير مخطط له. بظل غياب التخطيط هذا سوف نصل إلى التصحر، وهذا أمر خطير جدا. يعني سوف ينعكس على الصحة، سوف ينعكس على الموارد الطبيعية، على البيئة وعلى الزراعة أيضا. هذا شيء خطير جدا، يجب أن نقرع يعني أجراس الخطر بشكل كبير. يعني دكتور إذا بدنا نحكي نقطة صغيرة مهمة أيضا، قدمهم وزارة الزراعة عندما تريد تشجير الحراج أنه تنتقل النباتات الطبية وتزرعها بالحراج بدون ما نزرع أشجار ما لها أي فائدة مثلا؟ لا هذا بيساعد أعترض على يعني هذا السؤال قليلا. يعني نعم. بمعنى لا يوجد شجرة ليس لها فائدة. دائما النبات أنا قصدت كطبيا هلا يمكن أختي الغالية يعني عندما نقول خطط تشجير، طبعا وزارة الزراعة مشكورة هناك خطط تشجير ولإعادة تأهيل الغابات، ولكن يعني أنه أيضا أدخلت قسم في خطط التشجير للنباتات الطبية. نعم. النباتات الطبية هذه نتكلم عن نباتات برية وليس مزروعة. نعم. كما قلت النباتات البرية هذه هي موجودة في الخطة، لكن يعني النباتات اللي هي لا توجد مراكز إكثار لها إلى في مراكز الإكثار في وزارة الزراعة، علينا بأن نعمل جاهدين على حمايتها، جمع بذورها، إيجاد طرق لإكثارها. لأنه كثير مثلا السنديان، مثلا غابات السنديان، ما يعني سوريا هي موطن السنديان. صحيح. سواء العزري أو العادي أو غير ذلك، البلوط كأشجار، لكن لا يوجد مراكز للإكثار حاليا كما نعلم بهذا الجمع الجائر. يعني صحيح. حقيقة اندثرت هذه الغابة. نعم. هذا الكلام بمنتهى الأهمية. التشجير يجب أن ينطلق من هذه الأنواع البرية لضرورة الحفاظ عليها. هناك طرق صعبة لإكسارها، يعني مثلا حقيقة نعاني من طرق الإكسار، يجب إيجاد طرائق إكسار. صحيح. حديثة لتوزيعها تماماً. بشكل كبير تماما. وبتأت كمان النقطة اللي عم تحكي عنها ربا هي الإكثار من النباتات. صحيح. المفيدة الصحية. تمام. ضمن نطاق الغابات، غاباتنا الغالية. أكيد دكتور كلنا بنتمنى فعلا أنه تعمر غاباتنا من جديد. صحيح. والصحة والسلامة لكل الناس إن شاء الله. الدكتور نزار معلا أستاذ بكلية الهندسة الزراعية بجامعة تشرين، شكرا كثير لك، شكرا لكل المعلومات القيمة اللي حضرتك عطيتنا إياها. شكرا لوجودك معنا. كلمة أخيرة فقط بهذا اسمحوا لي. يعني يعني أنا دائما أعلق على شيء، أنه نحن خلال مثلا حلقة بسيطة أو ربع ساعة يجب قرع أجراس الخطر حول الموارد الطبيعية وخاصة النبت الطبيعي البري، لأنه يعاني من خطر شديد من خلال هذه البرامج، وأيضا من خلال تضافر الجهود يجب هناك. صحيح. أن يكون هناك حالة لتوحيد جهودنا جميعا، لأن هذه النباتات هي ثروة وطنية، وأيضا يجب أعطائها الهوية الوطنية للحفاظ عليها في مراكز حفظ أصول، سواء كان في مراكز البحوث، سواء كان في الجامعات، سواء كان في وزارة الزراعة، في كل مكان، لكي نضمن هناك استمرارية بظل هذه التغيرات. تماماً. المناخية، لنصل أيضا إلى حالة الأمن البيئي، الأمن الغذائي والأمن الصحي إن شاء الله. شكرا يا رب. نعم، ونحن دائما نسعى إلى هذا الموضوع وهذه غايتنا بالتأكيد إن شاء الله. بتشكرك وتشكر وجودك معنا دكتور نزار، أهلا وسهلا. شكرا.